طيب نرجع بقى للفرحة الأهلاوية اللي اتحققت من خلال يمكن دقايق وتتويج النهارده النادي الأهلي لكرة اليد رجال بالتتويج بكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة. معانا عبر التليفون ومن المغرب السيد العمري فاروق، طبعا نائب رئيس النادي الأهلي المتواجد في الفرحة الكبيرة. السيد عمري بنقول لك ألف ألف مبروك وتحية هنا من قناة النادي الأهلي لكل رجالة أو رجالة كرة اليد في النادي الأهلي. الله يخليك يا رب تسلمني، ومبروك مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه والكبيره، مبروك لمجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل اعضاء النادي الاهلي وعشاء النادي الاهلي، مبروك للاعبين والجهاز الفني اللي كانوا رجاله الحقيقه، جيل مميز جيل طيب. يمكن احنا بنلعب بطوله افريقيا لاول مره ب 12 لاعب اول مره يلعبوا بطوله افريقيا، وده انجاز في حد ذاته كبير جدا، انه بيطمن الجماهير على الاجيال اللي جايه انها اجيال تستحق انها تاخد الفرص بتاعتها وتستحق انها تتحمل المسؤوليه باسم النادي الاهلي. حاليا هم رجاله وكانوا ملتزمين والتزام على كل المستويات الحقيقه، التزام كامل سواء بالاداء او باللعب او بالاخلاقيات او بالنظام المعتاد في النادي الاهلي. فالف الف الف مبروك ليهم، ويستحقوا الحقيقه كل تقدير وكل احترام، ويستحقوا الحقيقه فرح جماهيرهم فيهم، وان شاء الله كده باذن الله يبقى اللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طبعا كلنا يعني لا يغفل، ويمكن انا واحد متربي جوه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي في كل البطولات على المستوى اللعب الالعاب الجماعيه او الفرديه دايما هو طموحه يكون رقم واحد، والاولويه طبعا هو لللقب والبطوله. انجاز بيضاف، وحضرتك قلت يعني نقطه مهمه جدا، ان في 12 لاعب من هؤلاء الابطال يشارك لاول مره في البطوله الافريقيه وبيفوز بالبطوله، ده بيدي مؤشر ان شاء الله للمستقبل، وده مهم جدا. وعايز اقول لحضرتك يعني كان نفسنا نكون موجودين طبعا في اجواء الفرحه، لكن اشرح لنا واوصف لنا الفرحه اللي موجود فيها الجهاز الفني واللاعبين وحضرتك يعني متواجدين دلوقتي في المغرب. باذن الله احنا نتوجه للفندق، وان شاء الله باذن الله نحاول نجتهد ان احنا نسجل لكم فرحه اللاعبين، ونعمل لهم احتفاليه في الفندق ان شاء الله، ونحاول نبعتها لكم ان شاء الله تروحوا على قناه النادي الاهلي باذن الله. انا عايز اشكر كمان لاعب محسن رمضان الحقيقه، وهو لاعب امبارح الحقيقه اتصاب في المباراه الامس، وكان متحامل على نفسه اكمل المباراه وعملنا له اشعه، ويمكن تبديل الشديد بالامس، وعلى الرغم من ده كان اللاعب يحاول ويجتهد انه يلحق بالمباراه، وانه كان رافض انه يبدل الشديد، وكان عايز يتحمل المسؤوليه انه يلعب المباراه. انما انت عارف دايما النادي الاهلي صحه اللاعبين بالنسبه له هي الاهم، صحيح، اهم من البطوله، انما هو الحقيقه كان موجود. يمكن عشان كده شفت اللقطه الاخيره وهو بيستلم، كابتن الفريق اسلام بيستلم الكاس، وكان جنبيه الحقيقه اللاعب محسن رمضان الحقيقه، وهو كان ايديه متكبسه، فبقول له الف مبروك وربنا يوفقك. وحقيقه يعني كان موقف محترم جدا تجاه النادي الاهلي منه، انه عايز يلعب وايديه مكسوره. والله يا استاذ يعني احنا اتعلمنا ده جوه النادي الاهلي، ومش غريبه لما بنشوف كابتن الفرقه بيكون ايديه متجبسه وعايز يشارك وعايز يكون ليه بصمه، واكيد هو اكيد ليه بصمه، لكن يشارك من خلال نهائي البطوله، ده شيء احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. وكمان يحسب لحضراتكم واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بصراحة مجهود أكتر من رائع، نجاحات على جميع المستويات، لسه شايفين من أيام افتتاح جراج مدينة نصر على أعلى مستوى، شايفين نجاحات في كرة القدم السنة دي ولا أروع، شايفين حتى على مستوى التطوير على مستوى البرنامج اللي حضراتكم وضعتوه عائلة النادي الأهلي. أنا بحيي حضرتك جدا جدا، لأن هذا البرنامج كان برنامج ثقيل الحمل جدا في ظروف صعبة، ولكن قدرتوا طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب وبمجهود كل أعضاء مجلس الإدارة أنه تنفذوا 100% من هذا البرنامج.